السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عودة جديدة لبرنامج الملعب بعد التوقف لعيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات، وتقبل الله من الحجاج حجهم، وتقبل الله من الجميع أعمالهم وطاعاتهم. الحلقة الأولى من برنامج الملعب نبدأها اليوم قبل أقل من 24 ساعة من المباراة المرتقبة في جدة. بالتأكيد هي الحدث الأكبر في هذه الأيام، ديربي القارة بين الأهلي والاتحاد. الأهم من هذا كله في مباراة الغد أن فريقا سعوديا سيكون في النهائي. إلى العناوين. آسيا تنتظر فريقا سعوديا في نهائي القارة. الأهلي والاتحاد اختلفنا من يتأهل واتفقنا أن سعود. رئيس الاتحاد للملعب غياب سوزا بضغوط خارجية. في تصريح خاص للملعب محمد الفائز يؤكد معرفته لمن كان وراء غياب لاعبه ويعد بكشفه بعد المباراة. غاروليم يتسلح بالجمهور وكانيدا يراهن على الخبرة. جلسة أهلاوية اتحادية على كورنيش جدة تبدأ بالتحدي وتنتهي بنشيد الوطن. مدربون ولاعبون عرب ينقسمون بين القلعة والعميد. إيقاف ناصر الشمراني بسبب الوحشية والشباب يعتل. مدرب منتخب الشباب يستدعي فهد المولد وبصاص لكأس آسيا. هذه العناوين ومنها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو، اللاعب الأهلاوي السابق الإداري السابق في فريق النصر محمد سويلم. مساء الخير محمد، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير أخي عادل عليك وعلى المشاهد الكريم، وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية. نرحب أيضا بضيفنا الآخر من جدة، المحلل الرياضي في القنوات الرياضية السعودية الرياضية المعروف الدكتور مدي رحيم. مساء الخير دكتور. أهلا بك أستاذ محمد سويلم والمشاهدين الكرام، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا دكتور، أهلا بكما جميعا.